انتخابات رئاسية لهذا العام، إن شاء الله تكون أحسن وجه للديمقراطية في الجزائر. تمد لنا إن شاء الله انطلاقة جديدة للبلاد، الفكر الاقتصادي والسياسي إن شاء الله وطني ودولي. إن شاء الله تكون بداية فرحتنا وبداية تحقيق الأمل للشباب للمواطنين بصفة عامة. إجراء الانتخابات الرئاسية مرحلة هامة في الجزائر، أهمية المشاركة في العملية الانتخابية هي من أهمية مشاركة النخب الجزائري ومدى تأثيره ومدى تأثير صوته، وبذلك تكتمل المؤسسات، لأنه هرم السلطة وهي انتخابات رئاسية إن شاء الله تكون خير وبداية استقرار وسلم في الجزائر. لابد المواطن يلبي الدعوة، خاطر هذه مسؤولية نتاعو في المستقبل، هو جزء من القرار للمصير نتاعو. تكتل الشعب الجزائري يعطي دعم قوي للرئاسة تاعو، وإن شاء الله يكون هذا المجتمع الجزائري قوي وسنيد للرئيس المنتخب الجديد إن شاء الله.